عندنا قاصرة من الحمد لله من 2011 شهر إحصاء وإحصاء الجماعة كامل، حضرنا في جماعة الإحصاء اللي فات أخذ القاصرة تخطيطها، وقاصرة بين دنبسار والشمال مرسة الحسن، ما عندنا شيء من نافع، عندنا خايفين عليهم الحقيقة. سمعت وجه التخطيط من هو، اللي عنده مقدرة خط ما بس، واللي ما عنده مقدرة راي حاله يكون قاعد. واللي إحصاء حصينا من 2011 إحصائياتنا عندنا، وطالبين رئيس الجمهورية الوزير ورئيس الوزير رئيس البرلمان نطالبينه يراعوا مشكلتنا في اخبارية قصر. جاي الحمد لله الوالي وجاي الحاكم، هذا كلهم يعني يجي يقولون هذا ما تعنونا، هذا ما تعنونا، ونحن نحن نعنون ده الشعب كامل، دور الرئيس خلص في مشكلتنا بقى. طلع عاد قصر الشعب من عاد مولي الدولة نعرف ذاك اللي يقولنا في شيء. اصبح نار قالنا حي المنسي، سمعت قالنا حي المنسي قاصرة من عند مرسى الحسن إلى الوطنية، وهذا كامل كلنا عنده فيش، ما هباس ما قد جانا حد سولنا عن خبر ولا جانا عن شيء. سمعت وطالبين من السيد الرئيس والسيد الوزير وزير البرلمان إنه يراعوا في قضيتنا، وطالبينهم عندنا خايف الحقيقة على طافيلاتنا وعلى عيالنا، والآن قدون ابنه قاعد نشم من المباراة إلى جاء الرياح، حقيقة الحياة قاع ما رينا لا طعم ولا رينا لا شيء.